بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحق تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. في ظل إيماننا العميق بدولة المؤسسات والقانون، وبمبدأ الفصل بين سلطات الدولة، فإننا نجد أنفسنا ملزمين بحكم مسؤولياتنا العامة. وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ببيان رأينا بشكل واضح وصريح في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في شأن إبطال انتخابات مجلس 2012، وبيان خطورته وآثاره السلبية التي تتعدى حدود ما ورد فيه. أكرر، تتعدى حدود ما ورد فيه، إذ أنه أهدر إرادة الأمة في اختيار من يمثلها في البرلمان بسبب ما اعتبرته المحكمة خللا إجرائيا في المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور الذي جعلت الأمة مصدر السلطات جميعها، مما لا يجوز معه إهدار إرادة الأمة تحت ذريعة وجود خطأ إجرائي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للعبث بإرادة الأمة. لقد جاء هذا الحكم من الناحية القانونية منعدما، أكرر، لقد جاء هذا الحكم من الناحية القانونية منعدما من أوجه عدة ولأسباب مختلفة، وبالتالي فإنه ليس إلا عمل مادي معدوم الأثر والقيمة، وذلك كله الأسباب التالية: صدر الحكم في خصومة لم تنعقد قانونا، إذ أن القانون يلزم المحكمة في مثل هذه الحالات بإدخال جميع أعضاء الأمة للاكتفاء بالأعضاء العشرة المختصين في الطعون في صحة انتخابهم، مختصمين في صحة انتخابهم. يعني شو نقول؟ اللي رفعوا اللي رفع عليهم قضية الطعن تنطبق على عشرة من أعضاء مجلس الأمة، بينما المحكمة الدستورية جرت الأثر على 50 عضو، وبالتالي أنت تعديت الأثر للطعن من غير ما تدخل أنت 40 عضو في الخصومة عشان يدافعون عن حقوقهم، وهذا خلل أساسي في الحكم. وهذا ما لم تقم به المحكمة، فصدر الحكم بإبطال الانتخاب من دون إتاحة الفرصة لجميع أعضاء مجلس الأمة إبداء دفاعهم حتى يسري الحكم في مواجهتهم. ثانيا، تجاوزت المحكمة الدستورية حدود ولايتها وتدخلت في العمل السياسي، فمنحت نفسها سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة وسلطة رئيس مجلس الأمة وسلطة مجلس الأمة، بأن قررت لنفسها الحق في مباشرة اختصاص محجوز للسلطة التنفيذية، وهو حل مجلس الأمة الذي يعتبر من أعمال السياسية التي تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لا إدارة. ثالثا، إن اختصاص المحكمة الدستورية في نظر الطعون الانتخابية ليس اختصاص أصيل لها، بل هو اختصاص منقول من مجلس الأمة وفق المادة 95 من الدستور، وبالتالي فإنها لا تملك، وهي تنظر الطعون الانتخابية، سلطة تفوق السلطة الأصلية المقررة لمجلس الأمة. والقول بغير ذلك معناه أنه كان لمجلس الأمة الحق في مراجعة المراسيم الصادرة بحق المجلس أو بحل المجلس أو بتشكيل الوزارة أو إلقائها. رابعا، أن تشكيل المحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم الأخير يعد باطلا، بما يؤدي إلى انعدام جميع أحكامها لأسباب عدة، من أهمها مخالفة التشكيل لموجبات قانون إنشاء المحكمة الدستورية في أكثر موضع. خامسا،
ان المحكمة الدستورية لاحظ ممنوعة من نظر اي اجراء سابق على العملية الانتخابية. المسلوم صدر متى؟ قبل العملية الانتخابية. وقد استقر رأيها في هذا على هذا الامر في جميع احكامها منذ تأسيسها، الا انها تبنت رأيا مغايرا ومناقضا في الحكم الاخير، وبما يهدر اليقين القانوني ويحيل الامر الى فوضى. سادسا، ان المرسوم الاميري بحل مجلس الامة وبفرض القول بعدم سلامته ايا كانت الاسباب، فانه لا يدخل في نطاق اختصاص المحكمة المقرر لها بقانون انشائها. ان القضاء سلطة من سلطات الدولة، وهي حارس الحريات والمحامي للشرعية الدستورية، وهو الامر الذي يوجب على القضاء ان بانفسهم عن العمل السياسي ودروبه ومسالكه، وان لا ينحازوا الى طرف من اطراف هذا العمل، وان يمارسوا عملهم بحياد تام. ان حكم المحكمة الدستورية الاخير جاء خارج اطار الشرعية الدستورية، وهو يعد بمثابة الاعتداء المادي على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى ارادة الامة التي عبرت عن نفسها في انتخاب 2/2/2012، ويكشف بجلاء عن اقتراب الدولة من مرحلة هيمنة سلطة من السلطات على غيرها، وعلى نحو يلقي سلطات الدولة مبادئ النظام الدستوري. شو يصير إذا ألقيت مبادئ النظام الدستوري؟ ومن هنا وإدراكا منا لخطورة محتويات حكم المحكمة الدستورية الأخير، وبالنظر لجسامة وفداحة الأخطاء القانونية التي بني عليها، فإننا ندعو أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء إلى تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها حماية للنظام الدستوري قبل فوات الأوان، ونأيا عن وقوع البلاد في براثن الفوضى والاضطراب القانوني. إننا نوجه رسالة صريحة ومباشرة إلى أصحاب النفوذ والمصالح، وإلى من بيدهم السلطة، بوجوب وقف العبث الجاري في النظام الدستوري وبوحدة الشعب واستقراره، وتحمله محملهم المسؤولية الكاملة عما يحدث من جراء ذلك العبث. وختاما، فإننا لا نجد في ظل هذه الظروف سوى دعوة الشعب الكويتي للتعبير عن رفضه لهذه الممارسات والنهوض بمسؤولياته الوطنية دفاعا عن حقوقه ومكتسباته الدستورية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، والحمد لله رب العالمين. الأسماء الأغلبية 35 ما يحتاج، نفس اللي وقع البيان الأول، وهذه